عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى ضيوفي في هذه الفقرة الهامة، النائب إيهام الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب. أهلا بيك معايا يا فندم. أهلا بسيادة. وسيادة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزب مصري. اهلا بحضرتك معايا سياده النائب. والنائب عبد المنعم امام رئيس حزب العدل، اهلا بحضرتك سياده النائب معايا. ثلاث نواب وايضا لهم علاقه بالاحزاب، لهم علاقه بما يجري الان في الحوار الوطني. نستمر معاكم في الحياه اليوم في مناقشه ماذا يجري في اروقه الحوار الوطني والاستعدادات. وزي ما حضراتكم عارفين، ناس مركزه جامد جدا 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 في حتة لجنة الأحزاب السياسية وإيه اللي هيحصل. السياسة عدينا النقاش بتاع أيهما أهم، فخلونا الوقت ندخل فيه، هو إيه اللي بيحصل وماذا يتم داخل اللجنة وكيف تستعد اللجنة الآن لهذا الحوار، وهتناقش إيه سيادة النائب إيهاب الطماوي ماذا يحدث الآن داخل اللجنة. الآن وقبل ما نقول إيه اللي بيحصل داخل لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، لازم نوضح ان لجنة الاحزاب السياسية هي احد اللجان الفرعية من المحور السياسي. الحوار الوطني بعد جلسات طويلة لمجلس امنائه استقر على ان في ثلاث محاور رئيسية: المحور السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي. بالزبط. المحور السياسي تم تقسيمه الى عدد من اللجان الفرعية، احد هذه اللجان الهامة لجنة الاحزاب السياسية. لجنة الأحزاب السياسية المقدمات يأتي منها المخرجات من الأحزاب السياسية، من الأطروحات التي وردت من الأحزاب السياسية سواء كتابة أو شفاهة أو بالتواصل مع أعضاء مجلس الأمنة. كان هناك العديد والعديد من المسائل التي تريد الأحزاب طرحها على طاولة النقاش داخل لجنة الأحزاب السياسية. من مجمل هذه الأطروحات التي وردت من الأحزاب اللي يعني عددهم عدد من تقدموا بأوراق مكتوبة كان حوالي 65 أو 66 حزبا، من بين عدد 106 حزب تقريبا على الأوراق. يعني عايز تقول ان في حاجة 40 حزب مفيش، بعضهم قد تواصل مع مجلس الأمنة وأبدأ طرح لبعض المسائل شفاهة، لكن من هذه الأطروحات تم الاستقرار على ثلاث مسائل رئيسية هي محور عمل اللجنة. يتفرع منها بعض المسائل، لكن هناك ثلاث قضايا رئيسية في الأحزاب السياسية، في لجنة، يعني دي لجنة من عدة لجان تحت البند السياسي، تحت المحور السياسي، واللجنة دي هتناقش ثلاث محاور أساسية داخلية. بالظبط. كويس، ايه هي يا فندم الثلاث محاور؟ الثلاث قضايا الاساسيه: القضيه الاولى هي نشاه الاحزاب وتكوينها وحريه تكوين الاحزاب او اندماجها وما يتفرع عن ذلك من مسائل. النقطه الثانيه هي الحوكمه الماليه والاداريه داخل الاحزاب. النقطه الثالثه او القضيه الثالثه بتتعلق بلجنه شؤون الاحزاب او لجنه الاحزاب السياسيه، تشكيلها واختصاصاتها. برضو هي المشرفة على الأحزاب، هي مش مشرفة على الأحزاب، هي متابعة لها. اختصاصها بالضبط، اختصاصها واضح في المادة 8 من قانون الأحزاب السياسية المعدل، ودورها منصوص عليه بوضوح. هي بتتلقى الإخطار بتأسيس الحزب أو باندماج الأحزاب أو بانحلالها وتصفية أموالها. هي برضو اللي بتلجأ إلى النائب العام أو المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى اللي بيسموها محكمة الأحزاب، عشان تطلب حل حزب إذا كان قد فقد شرطا من شروط تأسيسه التي أنشئ بناء عليها، ويجب أن تستمر طوال مدة بقاء هذا الشخص الاعتباري أو الحزب السياسي. هل هناك طرح لتغيير قانون الأحزاب؟ زي ما قلت، بعيد وأكد تاني على نقطة مهمة. إيه هي النقطة المهمة؟ لجنة الأحزاب السياسية زي ما قلنا قبل كده بوضوح في أكتر من مناسبة، سنستمع إلى رؤى جميع الأحزاب المصرية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، بحثاً عن المساحة المشتركة. هذه المساحة المشتركة هي التي يمكن البناء عليها. من المقدمات تأتي المخرجات، إذا كانت المخرجات تتعلق بتعديل تشريعي
مجلس الأمناء هيرفع النتائج للسيد الرئيس ثم تتخذ الإجراءات للبرلمان ويتم التعديل التشريعي إذا كانت الحلول أو المخرجات تتعلق بإجراءات تنفيذية الحكومة ستتولى كلها توصيات وسترفع هذه التوصيات. أنتقل من الشق أو الإداري أو الشق يعني هقول بيدير هذا الحوار وهو أيضا نائب ومشرع وله في التشريع ومتخصص في هذا الأمر لأنه وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب، وبالتالي أنتم تتحدثون عن شيء بيمس تطبيقات القانون ويمس أيضا مصالح الأحزاب السياسية والممارسات السياسية في مصر. أنتقل بقى إلى الشق السياسي. سيادة النائب تيسير مطر، رأي حضرتك إيه في هذا في الحوار أولا الخاص بالأحزاب السياسية أرجوك مش بجنر، أنا عايز دايما نبقى متخصصين في هذا، وكان لك رأي في هذا، وهل رأيك هو رئيس حزب إرادة جيل ولا رأيك بتتحدث باسم 42 حزب؟ شكرا لسيادتك على سؤالك الجميل، وفي نفس الوقت بشكر أخويا الأستاذ إيهاب على المقدمة المحترمة. هي احنا كأحزاب محتاجين مزيد من الحريات أكتر، مزيد من الدعم المالي، لأن احنا محتاجين ان احنا نتحرك على أرض الواقع بالنسبة للشارع. الجزئية اللي احنا بنأكد عليها ان كل المحاور او كل النقاط اللي جت بيها اللجنة قدمنا مقترحات اكتر من ذلك، من ضمنها تعديل قانون الاحزاب. من ضمن التعديلات اللي احنا طالبينها في قانون الاحزاب ان يبقى عدد الاحزاب اللي احنا بنتكلم عليها انها تبقى كتير، او المهم تبقى فاعلة على الارض. يعني ما نيجي نتكلم على الاحزاب سيادتك في داخل مصر 104 حزب تقريبا، فيهم احزاب مش شغاله خالص، فيهم احزاب مش متواجده على الساحه، لكن احنا عايزين نقول ان ازاي الاحزاب دي يا تشتغل يا اما في فتره معينه نقول لها متشكرين ويبقى الحق للجنه انها تحل الحزب او تجمده او تلغيه قبل ما يروح على يا استاذ يا سياده النائب يا سياده النائب هيطلع لك اربع تنفار يقعدوا يشقوا هدومهم فوق السطوح. خليني انا راجل هكلمك كسياسي بقى، هقول لحضرتك بعد اذن حضرتك، هقول لحضرتك اولا ليه. انت تحدثت في ثلاث نقاط ارجو ان اناقشك فيهم وسريعا. يعني ايه مزيد من الدعم المادي؟ انت عايز ايه دعم احنا مادي؟ احنا الاحزاب مين اللي يدي لك الدوله تديك دعم مادي؟ الاحزاب بتتحدث عن دعم مالي ليها. من مين؟ يبقى في دعم مالي ليها من الدوله، ولكن مش في الوقت الحالي. لا يا فندم في الوقت انا اسف، في الوقت اللي بعد. انا المواطن المصري. ليه؟ انا اسف. لا يا فندم انا اسف، احنا عايزين. لا يا فندم انا مواطن مصري، عايزين ندعم، عايزين ندعم الاحزاب. يا فندم بعد اذن حضرتك 106 حزب. لا مش كل ال 106 بعد اذن حضرتك شاور لي على دوله كده في العالم وقول لي فيها 140 حزب شغالين. دوله واحده فرنسا 408 حزب. حلو يا فندم. فرنسا 408 حزب. تعرف حضرتك المواطن الفرنسي حافظ منهم كم واحد؟ مش شرط سيادتك، انا عايز هل ال 408 دول محملين ميزانيه الدوله فلوس؟ اسمح لي سيادتك. ايوه يا فندم اسمح لي سيادتك، انا مش لازم ابقى حافظ كل الاحزاب اللي موجوده. يعني معلومة ان او السؤال ان الناس حافظة الاحزاب اللي موجودة، هذه المعلومة مش صحيحة. مش لازم حضرتك تبقى حافظ كل الاحزاب، لكن احنا عندنا مثلا احزاب متواجدة على الشارع زي مستقبل وطن، زي العدل، زي حماة وطن، زي الشعب الجمهوري، في احزاب احنا أيوة نحفظها طبيعي بحكم تواجدها، لكن مش شرط على المواطن انه يحفظ ال 104 حزب كلهم. ده في ناس مش عارفة مين رئيس الحي بتاعها. فحضرتك لما تيجي تقول لي النهارده احفظ 104 حزب، ده مش شرط على الواحد، لكن أيوة. الحزب المفترض ليه انه ينزل للناس في الشارع يبتدي يتعامل معاها ويبتدي يقدم لها الخدمات والمقترحات اللي من اجلها يقدر يرتقب بمستوى المواطن في او حل مشاكله او تقديم مقترحات لمجلس النواب او مجلس الشيوخ عشان خاطر يقدر ينعكس في النهايه على خدمه المواطن. النقطه الثانيه لجنه شؤون الاحزاب. لجنة شؤون الأحزاب الحقيقة شغلها متميز جدا، ولكن احنا محتاجين منها حاجة بسيطة قوي. النهاردة الأحزاب اللي عليها نزاعات، لجنة شؤون الأحزاب بتحتاج تحل رضائي أو قضائي. القضاء بيبقى مشواره طويل جدا ويمكن أغلب الأحزاب ما بتعرفش تحل فيها، لكن الرضائي كمان احنا محتاجين لجنة شؤون الأحزاب يبقى لها قدرة على إنها تجبر الناس يا اما يحلوا يا اما معاك ست شهور مثلا يبقى الحزب بتاعك. طب ثانيه واحده هنا في هذا المجال بعد اذن حضرتك، هضطر اوقفك وهرجع لك مره اخرى. راي حضرتك ايه يا سياده النائب عبد المنعم في هذا الطرح؟
انا عايز فلوس من الدوله، عايز امكن لجنه الاحزاب يا تحل هو كده يا لا. رد الفعل في الشارع السياسي هيكون عامل ازاي؟ وهل تتفق مع هذا الطرح من سياده النائب تيسير مطر؟ هو الطرح ما ينفعش اناقشه كده، لازم اخده من بدايه اصلا. هو انا ليه بعمل حوار وطني؟ هو انا ليه بتكلم على الاحزاب السياسيه؟ خلينا نقول يا استاذ شردي وحضرتك يعني سياسي قدير قبل ما يكونك اعلامي، الظاهر في مصر والحاضر في مصر دلوقتي هو الخوف من المستقبل. الناس كانت تنتظر انفراجه، وهذه الانفراجه تاخرت لاسباب كتير، اسباب دوليه، اسباب اقليميه، اسباب وطنيه. وبالتالي اي حديث عايزين نتكلم فيه مع الناس هو لازم يكون حديث عنوانه الرئيسي هو تطمين الناس في المستقبل. وتطمين الناس في المستقبل مش هيجي غير بمناخ سياسي جيد وايجابي ينتج عنه سياسات اقتصاديه افضل من السياسات الاقتصاديه الموجوده او اداء اقتصادي افضل. وبالتالي في العالم كله لا اصلاح سياسي ولا اقتصادي بدون احزاب سياسيه، مفيش طريقه لتداول السلطه غير الاحزاب. انا لا اتحدث عن وبالتالي اهميه طبعا ما انا هدخل بقى لحضرتك في ده. انا ما اتحدث عنه هو دور الدوله في الاحزاب السياسيه، طالما اعتمدت على الدوله كيف تتحول الى حزب سياسي يسعى الى الحكم؟ ده سؤالي لحضرتك. خد بالك انا راجل بقالي 45 سنه سياسه، انا طبعا عارف ده كويس وعارف بتكلم مع مين، لكن انا اللي بقصده على حضرتك في هذه النقطه بوضوح. العالم بيعرف نموذجين في التمويل الحزبي. النموذج الاول هو نموذج قايم على المساواه بين الكل، وان انا بدي لكل الاحزاب دعم واحد زي ما كان بيحصل في عصر مبارك قبل الثوره، كان مش عارف مليون جنيه لكل حزب سنويا او 100,000 صح وقتها. اللي بيعمله العالم اغلب العالم فيه تجربتين، التجربه الاول بتقول لك ان الدوله المفروض انها تقف على مسافه واحده. فانا كدوله مش هدعم الاحزاب كلها، لكن هدعم الاحزاب وفقا لتمثيلها الانتخابي. يعني لو حزب بقى له نائب في البرلمان فانا هدي له مثلا 1000 دولار على حسب الارقام او 1000 جنيه، بقى له عضو مجلس محلي هدي له 100 جنيه، بقى له بحد اقصى كذا. فبربطها بالتمثيل. في دول تانية بتربطها بالتصويت. الحزب ده لما نزل في انتخابات صوت له كام صوت؟ كل صوت مثلا بدولار او بيورو او بنص دولار او بنص وهكذا وفقا للعالم. فانت عندك هذه النماذج. يعني حضرتك عليك كويس ده انا ده نقاش ده نقاش دعم الاحزاب ماديا ده نقاش بمدى الفاعليه يعني والنجاح متفق في الحصول على حضرتك متفق ثقه الناس مع طرح سياده النائب انه يجب ان يكون هناك دعما ماديا للاحزاب. دعم من الدوله وفقا لا وفقا لاليه معينه وفقا للاليات اللي الاليات يتم بالزبط. النقاش فيها بالزبط. ولكن انت تتفق على المبدا احنا كده المبدا طبعا مش احنا طبعا مش نواب طبعا خلاص يعني الموافقه من حيث المبدا بالزبط. نطلع فاصل موافق. ونرجع تاني وافقنا من حيث المبدا الاحزاب بتقول كده. نعود بعد الفاصل لنرى رؤيه اللجنه التشريعيه في هذا الامر وفي هذا الطرح الحالي. بهدف إعداد كوادر تطوعية للمشاركة في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات، عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة فعاليات سلسلة المعسكرات التدريبية التي ينظمها الصندوق للمتطوعين بمؤسسة حياة كريمة. القيمة المضافة بالنسبة لنا هي ان احنا بنوصل الرسالة من خلال متطوعين متواجدين في المجتمعات المحلية، فبتقدر الرسالة تكون اكثر مصداقية بشكل كبير وبنقدر نوصلها بشكل مبسط. سلسلة المعسكرات تضمنت تدريب المتطوعين لدى مؤسسة حياة كريمة على دليل المهارات الحياتية وطريقة التواصل وآليات الاكتشاف المبكر للإدمان وأنواع المخدرات وتأثيراتها. اتعرفنا على حاجة اسمها بند دراسات وبحوث، في عرفنا برضو كده البرامج الوقائية، ده كان مهم جدا فيها. عرفنا ايه الفرق بين المدمن والمتعاطي، خدنا بعد مهارات التنمية الذاتية والشخصية، ديت حاجات بتؤهلنا فعلا ان احنا نكون قيادات في العمل التطوعي. من اول يوم لثالث يوم النهارده استفدنا التواصل، ازاي اكون قياديه في مكاني، ازاي انزل اعمل رصد احتياجات في المنطقه، ازاي اعرف الحاله اللي قدامي واتعامل معاها ازاي. منى رشدي القادمه من محافظه القليوبيه حملت رايه التطوع وحرصت على حضور المعسكر لمساعده المدمنين على التخلص من هذه الافه القاتله. تعلمنا كمان ان احنا نحاول يعني نقلل من سلبيات
التحديات او من المخاطر، وان احنا ناخد خطوه بخطوه، وعرفنا التداعيات الاوليه اللي احنا نقدر نعرف بيها ان هو مريض ادمان من غير ما يكون هو قال صراحه او احنا عرفنا صراحه. تنظيم سلسله المعسكرات التدريبيه لاعداد قيادات العمل التطوعي بمؤسسه حياه كريمه ياتي بالتوازي مع تنفيذ العديد من البرامج التوعويه بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمشاركة المتطوعين لدى الصندوق من أبناء محافظات الجمهورية. محطة جديدة هي المحطة الرابعة التي يقف فيها قطار مبادرة أنت الحياة، هذه المرة في محافظة الغربية وتحديدا قرية نهطاي بمركز زفتة. مبادرة أنت الحياة مبادرة خدمية جاءت هنا في أول أيامها لتمد يد العون لكل الفئات الأكثر احتياجا. أنت الحياة هتستمر على مدار 6 أيام من يوم 1 ل6 فبراير هنا في قرية نهطاي مركز زفتة. يمكن احنا مش بنستهدف بس قرية نهطاي، احنا بنستهدف كل قرى مركز زفتة على أرض نهطاي. بنستوعب بكافة أفراد الأسرة المصرية من السيدة المعيلة والأب والشباب والأطفال الصغيرين، كل حد منهم كل فئة لها برنامج مخصص لها. وفي الساعات الأولى من هذه المبادرة تم عقد ندوة توعوية للطالبات ضمن برنامج الإرشاد الأسري وورش توعوية وحرفية للسيدات استهدفت أكثر من 350 سيدة، فضلا عن وجود هذا الملتقى الوظيفي الذي يسعى لتوظيف الشباب من قاطني قرية نهطاي وايضا من القرى المجاوره. جيت قدمت على فرصه عمل، حاجه كويسه يعني ان حياه كريمه تعمل مبادره للشباب. هتفيدنا وهنشتغل في بيتنا ونقدر نصدر الحاجات دي للمعارض. مبادره كويسه جدا، بيدوا فرصه للستات ان هم يتعلموا حاجات كتير ويشتغلوا في بيوتهم هم قاعدين ويتعلموا صناعات يدويه. ساعدتنا جدا، جابتنا هنا نتعلم الحرف اليدويه اكتر. مبادره انت الحياه لم تتوقف فعالياتها عند هذا الحد فقط، بل امتدت لتقيم ورشة ترفيهية للأطفال تحت إطار برنامج أنت أقوى من المخدرات، بالإضافة لقافلة طبية تحمل عنوان علاج القلب للأطفال لقياس نبضات القلب كي تطمئن الأم على طفلها خلال مبادرة سلامة قلبك. حاجة جميلة جدا يعني، وبتخدم الناس وهنا بنطمن على صحة أولادنا هوت، وما ندفعش حاجة وكويس يعني، خدمات كويسة للمواطنين. دكاترة استشاريين كبار وبدون مقابل يعني بدون أي فلوس. فجأة أشوف بس ابني ضرباته السريعة شوية من زمان يعني، كنت كاشف عليه في قلبه ضعف عام في الجسم. فعاليات مبادرة أنت الحياة تستمر لتقديم مسرح ترفيهي للأطفال من أجل اكتشاف المواهب وتقديم ورش تعليم الرسم بهدف تقوية الملكة الإبداعية لهم. في عندي النهاردة أكتر من مجال داخل المدرسة، عندي معرض للكتاب، تمام، عندي مسرح معمول داخل الفناء بيقدموا أكتر من موهبة وأكتر من فقرة مسرحية، حاجات جميلة جدا وحاجات رائعة جدا عجبت الأطفال وعجبت المدرسين. فرحة عظيمة جدا للأطفال. بالنسبة للمسرح العرائس اللي حصل، العروض الفنون الشعبية، الحاجات اللي قدموها داخل الفصول، حكي للأطفال، قدموا كمان موهبات، خدوا موهبة الرسم. المبهر أن هذه الورش الفنية تمثلت في إعادة تدوير المخلفات بين أيادي السيدات هنا سعيا لتحقيق الاستفادة القصوى التي تعود عليهن بالنفع والخير. أنت الحياة هي فعلا مبادرة جميلة وشيء طيب، تعلم التطريز وفن الكروشيه وفن الطباعة، بتديني ان انا استفيد من اي حاجة في بيتي اعملها، تديني ديكور كويس اشغل وقتي اعمل منها منتج اسوق. كل هذه الفعاليات واكثر كانت في اليوم الاول من مبادرة انت الحياة، والتي قدمت لتسير قدما على مدار 6 ايام رغبة من مؤسسة حياة كريمة بتفعيل استراتيجية تنمية المجتمع بكل فئاته من اطفال ورجال وسيدات وشباب. فانت الحياة حياة كريمة لمن ليس له حياة. عدنا لحضراتكم مرة أخرى سيادة النائب عبد المنعم إمام. سريعا النقطة الثانية قبل أن أنتقل إلى اللجنة التشريعية وأنتقل أيضا إلى رئيس لجنة الأحزاب أو مقرر لجنة الأحزاب السياسية، هل أنا أعلم أنك تقدمت بقانون أو صياغة قانون لتعديل قانون الأحزاب السياسية أساسا في مصر؟ يعني أنت متفق أنه يجب تعديل القانون؟
بطبيعه الحال ده قانون جه في سنه 79 اجرى عليه 7 تعديلات حتى الان. هذا القانون جاء في مع بدايه عصر السادات لما احول المنابر لاحزاب، وبالتالي القانون هو عباره عن تعديلات، وكل التعديلات تقريبا كانت بتشتغل على نقطتين ما يتعلق ب هتاسس الحزب ازاي وتشكيل يعني انت عايز الأحزاب. قانون جديد كامل. وبالتالي انا رايي انه مصر تحتاج لقانون احزاب جديد يخاطب المستقبل ويتعامل معاه. لكن خلينا نقول حته هنا مهمه، انه الاحزاب مش هينفع اتعامل معاها بمنطق لوحدها. انت لو جبت احسن قانون في العالم بدون ما ببص على النظام الانتخابي هيبقى في مشكله، بدون ما ببص على قانون مباشر الحقوق السياسيه هيبقى في مشكله. وبالتالي الحياه السياسيه محتاجه نظر لعدد من القوانين. انا في رايي انه على راسها قانون الاحزاب السياسيه، لكن بالتاكيد مكمل ليه مساله ما يتعلق بقوانين الممارسات. الممارسات لان الانتخابات هيتحدد يوم ما هنقدر نخلي الناس في مصر تنتخب على اساس حزبي مش على اساس الشخص الفلاني او الحاج الفلاني، يبقى احنا كده بننقل السياسه في مصر لمرحله مختلفه. ربنا يقويك ان شاء الله على حكايه على ان هو ينتخب حزب وكده. احنا كنا نفسنا نوصلها ان هو ينتخب طيار، ده بالنسبه لنا كان امل، انما ما زالت القبليه في الانتخابات المصريه تتحكم في كل مصر حتى هذه اللحظه. اعود الى حضرتك سياده النائب ايهاب الطماوي، لجنه الاحزاب السياسيه، انت الان امام، انا لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم، ترحيم من اهم ما يمكن، الدعم المالي للاحزاب اخبارها ايه؟ ثم تعديل قانون الاحزاب السياسيه اساسا، مش تعديله بقى، انا شايف ان هم عايزين قانون جديد للاحزاب السياسيه. وفي كل الاحوال احنا كده عندنا قضيتين اساسيتين بنتكلم فيهم. قضيه تمويل الاحزاب هناك رؤى وردت للجنه من فعلا بالفعل في رؤى مختلفه وردت للجنه، البعض بيتكلم في مساله عوده دعم الدولة للأحزاب السياسية، البعض بيقول دعم الدولة للأحزاب السياسية على أن يكون هذا الدعم مشروطا بنسبة يتم الحصول عليها داخل المجالس النيابية أو المجالس المحلية مع تحديد حد أقصى، والبعض بيتكلم عن حد أدنى وحد أقصى، والبعض بيتكلم عن حد أدنى دون يعني حد أقصى. اختلافات المعايير هي من عند الأحزاب بالضبط، عشان كده شعار دايما مرتبط يعني الحوار هو اللي هيطلع يقعدوا بقى يطلعوا لك هو شايف الدعم يجي ازاي. عشان كده اللي بيشوف شعار تحت كلمه الحوار الوطني بيلاقي كلمه مساحات مشتركه. فين المساحه المشتركه اللي هتتوافق عليها الاحزاب جميعا من اقصى اليمين لاقصى اليسار؟ هو ده المنتج اللي انا هرفعه كتوصيات لمجلس الامناء، ومجلس الامناء هيرفعه للسيد الرئيس. إذن هذه قضية مطروحة. في قضية تانية مهمة، البعض بيرى أن تمويل الأحزاب يجب ألا يعتمد بالأساس على الدولة، خاصة أننا دولة تحتاج إلى من يدعمها في ظل خطة التنمية المستدامة مصر 2030 والتحديات اللي بتواجهها، وبالتالي يروا حلول أخرى لتمويل الأحزاب، زي اني ارفع الحظر الوارد في قانون الاحزاب السياسيه الصادر برقم 40 سنه 77، واخر تعديل عليه كان من المجلس اللي هو عايز يفتح عشان بس نختصر بالزبط. نختصر الوقت النقطه دي تحديدا بداوا يتكلموا في اني ارفع الحظر الوارد على ممارسه انشطه تجاريه، واني ما اخضعهاش كمان للضرائب، ولم يكتفوا بان القانون الحالي بينص على ان الحزب يقدر يمارس انشطه غير تجاريه تقدر تجيب له موارد. التبرعات التي يتلقاها الحزب مسموح بها طبقا لقانون الاحزاب القائم ان تكون من اعضائه او من الاشخاص الطبيعيه. يعني محمد شردي دخل يدعم الحزب الفلاني، الاستاذ تيسير قرر يدعم الحزب الفلاني حقه. والقانون بيحظر تلقي تبرعات من يحمل الجنسيه الاجنبيه، ومن الشخصيات اللي اعتباريه يعني الشركات البنوك وما الى ذلك ممنوع حتى لو كانت جنسيه هذا الشخص الاعتباري مصري، ممنوع تلقي تبرعات. كلمه شخص نقول يعني المؤسسات ايضا الى اني اعدل بحيث ان اسمح بتلقي تبرعات. يعني بعض يعني في احزاب بتقول لك اسمح للبنك يخش يدعم الحزب الفلاني او الحزب الفلاني. طب ما هو هيتم مهاجمته من كل الاحزاب. في نوع ثالث من الاحزاب تقدم بمقترحات شايف اني ممكن يهتدي بقانون المشروعات الصغيره والمتوسطه وفكره الاسر يعني الاسر المنتجه وهذا النوع من الانشطه،
وبيقولوا ان ممكن الاحزاب طب كويس، يعني مقترحات عديده ولكن كلها تصب في اطار سيكون نحن من نبحث الأحزاب. نحن نبحث عن الدعم المالي للاحزاب بالزبط. السياسيه خلاص يبقى ده نقطة. نقاش لوحده دي ينقلني نقطة على تانية. اعاده صياغه او اعاده تقديم قانون الاحزاب. انا قلت اني من سياتي بالمنتج النهائي بالمخرج من لجنه الاحزاب السياسيه هي الاحزاب. احنا اثناء جلسات اللجنه سنلتقي تقريبا في الجلسه الواحده بمتوسط من 20 الى 30 ممثل حزب سياسي او خبير في المجال السياسي او استاذ في النظم السياسيه، وهناك شخصيات سياسيه وعامه وخبراء ومستقلين سنستمع اليهم. المساحه المشتركه من خلال النقاش هتكون المنتج. اذا كان المنتج تعديل على قانون قائم يبقى انا كده محتاج اجراءات تشريعيه. الاجراءات التشريعيه سيادتك ليها سكتها، ليها سكتها، وبالتالي المنتج النهائي لما مجلس الامنا هيرفعه للسيد الرئيس لو الحل باجراء تعديل تشريعي او التقدم بمشروع قانون جديد متكامل، هنا سيكون التقدم مشروع قانون بالوسائل المتاحه طبقا للدستور. طيب. اما السيد الرئيس اما الحكومه او السياده النواب. تمام يا فندم. اذا هنا اهو حضراتك شايف استاذ سياسات النائب، هل شايف ان احنا نقدم مشروع جديد متكامل للاحزاب السياسيه ولا نعدل كمان؟ لا انا شايف تعديل قانون الاحزاب السياسيه. تعديل. حضرتك شايف مشروع جديد متكامل ولا نعدل؟ لا مشروع جديد متكامل. مشروع جديد متكامل، اذا حزبين اهو قدامي. هل تتحدث ايضا باسم تحالف الاحزاب المصريه؟ نعم. يعني انتوا 42 حزب شايفين ان انتوا عايزين تعدلوا؟ محتاجين تعديلات في بعض المواد فقط ولكن مش قانون جديد، لان القانون اللي موجود كويس جدا بالنسبه للاحزاب. حضرتك شايف تعديل كامل؟ انا شايف انه يعني وان كان في بعض المواد جيده لكن احنا بنتكلم عن نقله جديده، مجال سياسي جديد عايزين نرسمه، محتاج قوانين تتعامل مع المستقبل، تتعامل مع التحديات اللي شفناها خلال 50 سنه اللي فاتت في تاسيس الاحزاب، وتشوف نبني ازاي على قواعد جديده مختلفه بالتوازي مع القوانين الاخرى، لان هو مجال سياسي واحد يجب ان انا ابص له عليه بشكل عام. إذا مسكت فيه فرع وسبت التاني هيفضل فيه تأثيرات غير طيبة. طب يعني عشان نقرب وجهات النظر كده، عشان انتوا مع بعض كده أحزاب هي قاعدة جنب بعض، بعد إذن حضرتك لو كانت التعديلات قادرة على أن تقدم لك ما تريد، ستقبل أن يكون تعديلا؟ أه طبعا كحزب. كويس. ولو كان التغيير بالكامل يضم كل الجوانب الإيجابية اللي موجودة في القانون السابق ويضيف عليها، هل ستقبل؟ طبعا. طب إذا ما هو الخلاف بينكما الآن؟ لا يوجد خلاف. أشكرك جدا جدا، بشكر حضراتكم جميعا. أدي احنا بنوفق في نقطة، عدينا النقطة دي. طيب خلينا ننتقل بكم سريعا إلى أهم ما تروا بعد الدعم المالي وتعديل قانون الأحزاب. عندك إيه داخل لجنة الأحزاب؟ طرح. أنا رأيي إن لجنة شؤون الأحزاب هي تشكيلها الحالي تشكيل جيد، لأنه تشكيل قضائي بيضمن إنه يبقى فيه نزاهة واستقلالية في انك محكم او سواء بتفحص الاوراق او بتفصل في النزاعات، لكن اللجنه ملهاش موقع، ملهاش موازنه، ملهاش قدره على ان انت تتعامل معاها. وبالتالي انا رايي ان لجنه شؤون الاحزاب ممكن ان احنا ندرس بقى انها تكون مفوضيه، تكون هيئه خدميه ليها موازنه. الموازنه دي على فكره قد تاتي جزء منها يكون من موارد. يعني انت ترغب ان تتحول لجنه شؤون الاحزاب الى كيان واضح بالظبط الملامح بميزانيات بكل حاجه، وبالتالي قراره هو قرار اداري يجوز ليا الطعن عليه. إذا سؤال سريع جدا، لجنه شؤون الاحزاب هل يجب ان يكون قرارها ملزما هو ولا استشاري؟ انا رايي انه استشاري، وانه لو في حاله الطعن عليه انا عايز اطعن على القرار اقدر اروح القضاء هو اللي يفصل. انا شايف ان عايزين نطلق يد لجنه شؤون الاحزاب اكتر من ذلك، وان يكون قرارها ملزم للاحزاب اختصارا للوقت والعدم اجهاد المحاكم في امور تتعلق مع لجنه شؤون الاحزاب. مطروح هذا في اللجنه؟ انا من الواجب عليا كمقر لجنه الاحزاب، وده مسموح به لاني لا ابدي رايا شخصيا، ما انا عارف، بس لجنه الاحزاب طبقا الماده 8 من قانون الاحزاب السياسيه قرارها اذا كان بالاعتراض على تاسيس حزب اللي هو بيتاسس بالاخطار، هي اللي بتبعت خلال 8 ايام للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى اللي أنا قلت إن هي اسمها محكمة الأحزاب عشان تنظر
في قرارها بالاعتراض على تأسيس الحزب. لا في النزاع يا إيهاب، في النزاع. في النزاع. طيب ده إذا اعترضت على تأسيس حزب، الحزب تأسس بالإختار. هو قصده إيه؟ هو قصده أن اللجنة تعود دائماً، اللجنة تعود دائماً إلى القضاء لتنظر في قراراتها أو في توصياتها. وإذا طلبت الحل برضه يطول خلال 80 أيام. لجنة شؤون الأحزاب تحتاج إلى نظرة وإلى حوار. لا أنا مش بتكلم على داخل الحزب الواحد. سيادة النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بشكرك على وجودك معانا. سيادة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل أمين عام التحالف الأحزاب المصرية، بشكر لك على وجودك معايا. وطبعا النائب عبد المنعم امام رئيس حزب العدل، اشكرك وبكون سعيد جدا وحضراتكم بتتناقشون المستقبل السياسي للاحزاب المصريه امامكم. قد تكون هناك اختلافات ولكن نبحث عن المنطقه المشتركه بين الجميع حتى تمضي الحياه السياسيه في مصر. بشكركم على المتابعه، نشوفكم بكره على خير باذن الله. الحياه اليوم.